عزيز الرصاص لا يهدأ في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، في وقت يتبادل طرفا الصراع الاتهامات في تأجيجه. متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أعلنوا عن مقتل مدنيين خلال الهجوم الذي شنته القوات الحكومية على مدينة أديغارت. فيما أعلنت حكومة أبي أحمد أن قواتها أحكمت السيطرة على مدينة أديغارت في إطار حملة عسكرية تنفذها في الإقليم. وذكر مكتب لجنة حالات الطوارئ الحكومية أن مدينة أديغارت تم تحريرها بالكامل من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مضيفاً أن القوات الحكومية تواصل التقدم نحو مركز الإقليم مدينة ميكيلي الواقعة على بعد نحو 115 كيلومتراً. خطوات جاءت بعد إعلان الحكومة الإثيوبية عن انتزاع قواتها من مدينتي أكسوم وأدوة. على الصعيد الإنساني، اضطر الآلاف من سكان المنطقة اللجوء إلى السودان فراراً من ضراوة الحرب وسط مخاوف أممية من جرائم حرب في الإقليم.